النشرة الاقتصادية من القدس .com. أهلا بكم. كشف رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية دكتور رامي الحمد الله عن استحواذ قطاعي الطاقة والمياه على 55% من مشاريع الخطة الوطنية للأعوام الثلاثة القادمة. وقال الحمد الله إن الحكومة خصصت حوالي 27% و28% للمشاريع التطويرية في قطاعي المياه والطاقة على التوالي. أعلنت بورصة فلسطين أمس عن تسلمها 18 إفصاحاً من أصل 50 عن البيانات المالية لها خلال العام الماضي، والتي تظهر حجم صافي الأرباح والأرباح التشغيلية وإجمالي النفقات التي صرفتها هذه الشركات خلال العام الماضي. واصلت البورصة المصرية أمس الاثنين تراجعها الحاد لليوم الثالث على التوالي، وخسر رأس مالها السوقي أكثر من 12 مليار جنيه، أي ما يعادل قرابة 2 مليار دولار أمريكي. وبهذا يصل إجمالي الخسائر منذ أعلن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة الأربعاء الماضي إلى 33 مليار جنيه في 3 جلسات فقط. ارتفعت الأصول التركية اليوم بعد أن حقق حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فوزاً كبيراً في الانتخابات البلدية التي اعتبرت بمثابة استفتاء على حكمه، وأنعشت نتيجة الانتخابات الآمال في انحصار الاضطرابات السياسية التي دفعت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل. تأخذني حياتي إلى أماكن كثيرة، أحب أن أعيش الحياة في أفضل أحوالها، لكنني في الوقت ذاته أريد أن أبقى على اتصال والإحساس بالقرب من عائلتي ومن أصدقائي. لذا أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.